طرح اجتماع عمومية المجلس الانتقالي الجنوبي والذي عقد في حضرموت تساؤلات عديدة عن طبيعة التحركات التي يجريها المجلس، سواء على صعيد قراراته أم على صعيد تصريحات قادته عن مسألة انفصال جنوب اليمن. للمزيد حول هذا الموضوع رحب ضيفي من لندن صالح النود، المتحدث باسم مكتب المجلس الانتقالي الجنوبي في لندن. أستاذ صالح، أهلا بك. اليوم ربما هي الذكرى 33 لإعلان الوحدة اليمنية، كيف ينظر المجلس الانتقالي الجنوبي إلى هذا التاريخ؟ مساء الخير أخي العزيز. في الحقيقة الوحدة اليمنية كانت بالنسبة لنا في الجنوب كما كانت لأخوتنا في الشمال هي الحلم الذي تحقق عام 90، ولكن للأسف الشديد بعدها بسنوات اتضح لنا بأن الوحدة لم تكن كما كنا نتمناها، وكان لنا موقف في عام 94 للعودة إلى ما كنا عليه قبل الوحدة، ولكن قام النظام صنعاء وقتها باجتياح الجنوب، ومن ثم نحن نعتقد في حرب 94 انتهت الوحدة فعليا، وطبعا تبعها سنوات من النضال السلمي حتى أن تطورت الأمور. وفي عام 2015 قامت ميليشيا الحوثي وانقلبت على كل شيء في اليمن، وهذا وضعنا أمام خيار صعب، وهو أن نراقب المشهد بشكل حثيث، ويبدو لنا بأن الوضع قد حسم ليس من قبلنا بالنسبة لموضوع استمرار أو انتهاء الوحدة، وإنما قد حسم من قبل سيطرة ميليشيا الحوثي على الشمال، ومما يعني بأنه لا مكان أو لا توجد أي فرص لاستمرار الوحدة ما دامت هذه الميليشيات هي الآن التي أصبحت تسيطر على الشمال. طب لكن هذا عذر يعني لا يمنع من أن هذه الوحدة يمكن أن تستمر وأن تنتج استقرارا وأملا لليمن، طالما أن المشكلة فيها في جماعة الحوثي، الاتفاق ربما قد ينهي المشاكل، ولا يمكن اتخاذ هذا السبب عذرا للقول بأن الوحدة انتهت ولا يمكن العودة إلى الوحدة اليمنية من جديد. جميل، ربما أنا بسطت الأمر إلى حد ما، لكن طالبتنا بالوحدة يعني بفك الارتباط والعودة إلى وضع الدولتين. نحن كنا قبل الوحدة كنا شعبان يعني متحابين، كانت توجد كثير من عناصر الأخوة والمشاعر الصادقة بين الشعبين، ولكن للأسف بعد الوحدة أصبح هناك عداء حقيقي وكراهية وبغضاء، ولذلك لابد أن نعالج هذه الأمور، والطريقة لمعالجتها هو من خلال يعني عودة البلدين إلى ما كان عليه. لكن نحن في الحقيقة عانينا الكثير في الجنوب من بسبب الوحدة، وحتى أننا حاولنا مرارا وتكرارا أن نطالب بأن إصلاح مسار الوحدة، وكان لمملكة الأردن الشقيقة دور في محاولة إنهاء الأزمة وقتها في 93 و94، ولكن كل الأنظمة المتعاقبة في الشمال التي سيطرت على اليمن كانت تنظر إلى كل من يطالب بإصلاح مسار الوحدة وبالحقوق للجنوبيين نظرة المشاغب أو الذي يعني الخارج عن القانون، وبالتالي لا توجد هناك أي مشاعر حقيقية لدى الشارع الجنوبي، لدى شعب الجنوب بأن تستمر الوحدة، وبالتالي ما سيطرت ميليشيا الحوثي على المشهد في الفترة الأخيرة إلا يعني المسمار الأخير في نعش هذه الوحدة التي لطالما طالبنا بأن نعود، ومن ثم ربما نترك الأجيال القادمة لتعيد بناء يعني فكر مختلف لبناء وحدة جديدة عكس هذه المأساة التي أصبحت في الحقيقة سبب في كل ما وصل إليه اليمن اليوم من مأساة، والكل ربما يتابع ما وصلنا إليه. طب أستاذ صالح، الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي عقدت في مدينة المكلا في حضرموت اجتماعا خرجت بسلسلة من القرارات والتوصيات، منها استكمال السيطرة العسكرية والأمنية على كافة الأراضي الجنوبية بإخراج بقايا القوات اليمنية. ما يفهم من هذه التوصيات أو هذا القرار فيما يتعلق باستكمال السيطرة؟ لا شك بأن يعني التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالمفاوضات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وميليشيا الحوثي، وربما قناعة العالم الإقليم والعالم بأن ميليشيا الحوثي أصبحت هي الحاكم الفعلي والذي سيستمر في الشمال، هذا طرح الجنوبيين أمام واقع معين. لابد أن نحمي الجنوب من تأثير هذه الميليشيات التي لربما البعض يقلل من هذه الميليشيات ويعتبرها ميليشيا، ولكنها بالفعل هي المسيطرة على الشمال. ولذلك ما أشار إليه
اجتماع الجمعية الوطنية بالنسبة للسيطرة العسكرية، هناك بعض الجيوب التي ما زالت يعني في بعض مناطق الجنوب منها حضرموت، هناك قوات عسكرية شمالية نخشى بأن تكون يوم من الأيام يعني أن ينتقل أو يتغير ولاءها إلى هذه الميليشيات ومن ثم تكون عبء على الجنوب. ولذلك نحن نرى بأنه حال الوقت الآن إلى أن تكون هناك سيطرة كاملة لأبناء الجنوب عسكريا على الجنوب، وأيضا أن تكون هناك منظومة حكم نذهب نحو حكم ذاتي على الأقل على مرحلة لمرحلة انتقالية حتى ننهي بقية التفاصيل. لكن ما لن نقبل به اليوم هو أن نعود إلى نوع من الشراكة يسمح لهذه الميليشيات أن يكون لها أي نوع من التأثير على الجنوب، ولن يتم ذلك متى ما استطعنا أن نسيطر على الجنوب بكامل ترابه. بعض الجيوب التي ليست يعني لا تشكل خطر كبير ولكنها ما زالت مشكلة ومعضلة، والإشارة إلى تطهير الجنوب عسكريا هو إشارة إلى تلك القوات وأيضا إلى الجماعات الإرهابية التي ما زالت تنشط في بعض المناطق التي قريبة من هذه من تواجد هذا. تضعون الجماعه او ما يسمى بالجماعات الارهابيه في صف القوات اليمنيه في اطار ما تطالبون به من سيطره او فرض السيطره العسكريه الامنيه، هل الاثنان في كفه واحده او في كف واحد؟ للاسف الشديد يعني ورقه الارهاب كانت احد الاوراق التي لعب عليها النظام السابق في الجنوب، وكانت هناك سلسله من الحملات الاغتيالات لنشطاء جنوبيين وقيادات جنوبيه في السنوات الاخيره، ولذلك نحن نؤمن بان هناك تماهي او هناك نوع من التعاون. المنظومه السابقه كانت فاسده بكل ما تعني الكلمه من معنى، وما كانت تتوانى في ان تتخذ اي اجراءات دمويه باي شكل كان، ولذلك المجلس الانتقالي الجنوبي في السنوات الاخيره قام بعمل كبير في محاربه هذه الجماعات في ابين ومناطق اخرى حيث لها نفوذ وتاثير وحمايه، واصبحت الجنوب اكثر يعني اصبحت بعيده يعني اكثر امنا من ما كانت عليه في السابق. نعم. طيب استاذ صالح، دعني اسالك هذا السؤال، كيف نفهم هذا التناقض ان يكون المجلس الانتقالي ممثلا في مجلس الرئاسه اي في الحكومه، وهو في الوقت ذاته يسعى على الارض لتكريس الانفصال وربما قريبا قد يعلن عن قيام دولة جنوب اليمن؟ طبعا البعض قد يسميه تناقض، ولكن انا اعتقد بانه تنازل من المجلس الانتقالي الجنوبي. طبعا من الممكن ان يقوم المجلس الانتقالي بالتصعيد، لدينا القوى العسكريه الكافيه لذلك، ولدينا يعني الالتفاف الشعبي حول المجلس الانتقالي الجنوبي، بل الشارع الجنوبي يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باكثر مما هو حاصل. لكن ادراكا بان هناك مشكله اكبر، هناك ازمه يمنيه وهناك تدخل اقليمي وتدخل دولي، فرض على الجميع ان نتعامل مع هذه الازمه بشكل ربما مختلف ونقلل من عده يعني العمل من اجل، فهو تنازل وليس تناقض بدرجه اساسيه من منظور من يعني من منظور مسؤول ليس الا. طب دعني اسالك ايضا هذا السؤال، هل المجلس الانتقالي الجنوبي هو الممثل لما يسمى بالقضية الجنوبية؟ وفيما لو قرر إعلان الانفصال، هل هو واثق بأنه سيتحصل على الاعتراف والدعم الدبلوماسي والسياسي والإقليمي العربي والدولي؟ بالنسبة لموضوع هل المجلس الانتقالي هو المكون الممثل للقضية، أنا أعتقد بأن قدرات المجلس الانتقالي الجنوبي ونفوذه على الشارع وشعبيته تجعله هو المكون الذي في مقدمة الصفوف. هناك بعض المكونات السلطة التي لا تملك نفس الإمكانيات ولا نفس الحضور في الشارع. المجلس الانتقالي الجنوبي ما زال يعتقد بأنه بحاجة إلى أن يشمل آخرين، وكانت هناك يعني في الأسبوع الماضي إعادة هيكلة كبيرة في المجلس الانتقالي الجنوبي استقطبت كثير من القوى التي كانت ربما خارج المنظومة، وبالتالي حول الاعتراف بأي خطوة نحو فك الارتباط، أنا أعتقد بأن القضية الجنوبية وحلها أو استعادة دولة الجنوب لم يعد يعني خيار جنوبي فقط، وإنما أصبح الإقليم والعالم يعتقد بأنه ربما أحد الحلول الفعلية والعملية التي يمكننا. من بين الدول التي يعني تعلن أو الدول البارزة التي تدعم هذا الانفصال إن وقع أو تعدكم بالاعتراف؟ نعم، أنا يعني أنت تعلم بأن دور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هو محوري في هذا الجانب، وهناك يعني مؤشرات ومواقف واضحة بأنه الحل للأزمة اليمنية سيأتي من خلال اتفاق الأطراف اليمنية، والأطراف اليمنية أصبحت طرفين في الحقيقة حتى نكون واضحين، هو الطرف الجنوبي
والطرف الشمالي ممثل بالميليشيا الحوثي. الوضع اصبح شمال وجنوب، مهما كان هناك من يعتقد بان الشرعيه في الحقيقه لا توجد بالشكل الفعلي، ربما هناك اعتراف دولي لها ولكن ليست فاعله. وبالتالي انا اعتقد انه حتى رئيس مجلس القياده الرئاسي رشاد العليمي الذي هو اساسا من الشمال اعترف في مقابله في الامس وقال بان يحق للجنوبيين ان ينظروا الى ايجاد حل لقضيتهم، ولان مشروع الوحده قد فشل في حقيقه الامر. ولذلك هذه مؤشرات كبيره وقويه باننا نتجه نحو الحل العقلاني والمنطقي، وهو استعاده الدوله ومن ثم نبني جسور مستقبليه بين الدولتين بشكل مختلف. انا اشكرك من لندن صالح النود المتحدث باسم مكتب المجلس الانتقالي الجنوبي في لندن، شكرا جزيلا لك.